من نيويورك مراسل الحرة ميشيل غندور، أشكرك على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا مشاهدينا في الأستوديو السيد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم. بداية يعني كيف السبيل لنزع فتيل هذه المشاكل ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ الفلسطينيين عازمون إلى التوجه إلى الأمم المتحدة والإسرائيليون يرون في ذلك خطوة أحادية الجانب. صحيح، نحن نعتقد بأنه الحال بسيط جدا وهو العودة فورا إلى تفاوض. نحن مستعدون لبحث كل القضايا العالقة وفيها المستوطنات والحدود واللاجئين وإلى آخره، ولكن لذلك يجب على الطرف الفلسطيني أن ينبذ كل هذه الحركات الأحادية والتافهة ويعود إلى المفاوضات. نحن قدمنا عدة مقترحات للطرف الفلسطيني لتشجيعه على التفاوض معنا ولكنه رفض. هو يرى أن هذه المقترحات لم تشمل أي تنازلات أو أي عروضات إسرائيلية، هل كان في هنالك أو هل يمكن أن اليوم في هنالك عروض إسرائيلية أكثر جدية بالنسبة للفلسطينيين من أجل يعني ردعهم عن التوجه للأمم المتحدة؟ أعتقد أنه الأهم هو الالتزام الإسرائيلي بالتفاوض لكي نصل إلى اتفاق سلام حقيقي مع الطرف الفلسطيني. نحن لا نطالب أي شروط مسبقة من الطرف الفلسطيني، وبالمقابل نحن لن نقبل الشروط المسبقة الفلسطينية. ما يقوم به الطرف الفلسطيني هو التنصل وتهرب من المفاوضات مهما كانت الظروف ومهما كانت المواقف الإسرائيلية، وخاصة في الأونة الأخيرة مورست الضغوطات الهائلة من جهات دولية على الطرف الفلسطيني لكي يعود إلى التفاوض وهو يرفض. هذا يقول لك بأنه الطرف الفلسطيني ليس معنيا بالمفاوضات ويعتقد بأنه يمكن أن يحصل على دولة بدون تفاوض مع إسرائيل، ونحن نعلم أنه هذا هو طبعا مستحيل. كيف يمكن التوصل إلى سلام؟ هذا السؤال الكبير اليوم، يعني سؤال المليون دولار، المليون أكثر حتى. يعني الفلسطينيون يرون أن المفاوضات لم تنجح، يعني على مرور سنوات طويلة لم تنجح. الإسرائيليون يرون بأن الفلسطينيون لا يريدون المفاوضات. كيف هي الطريق إذن إلى السلام؟ أولا كل الإنجازات السياسية الفلسطينية حتى هذا اليوم أنجزت عن طريق التفاوض، من إقامة السلطة الفلسطينية وإقامة المؤسسات والوزارات والدوائر والأجهزة الأمنية وحتى الاقتصاد الفلسطيني وحتى التبرعات الدولية إلى السلطة، كل هذا أنجز عن طريق التفاوض مع إسرائيل، وبالتالي هذا هو الطريق الوحيد. يعني صحيح أنه يوجد الآن جمود في المفاوضات، ولكن ليس اللوم على ذلك ملقى على عاتق إسرائيل. نحن جمدنا الاستيطان لمدة 10 شهور ورفض الطرف الفلسطيني بالتفاوض، كنا مستعدين لفترة التجميع الثانية ورفض الطرف الفلسطيني بالتفاوض. ماذا يريدون؟ الحل الوحيد هو الحل التفاوضي. هل ممكن يعني في الآن يعني الفلسطينيون عازمون على التوجه للأمم المتحدة للإعلان عن دولة فلسطينية، هل من الممكن أن يتم هنالك إلغاء لاتفاق أوسلو كما استمعنا على لسان أحد المسؤولين الإسرائيليين، اتفاق هذه إلغاء هذه الاتفاقيات؟ خليني أضع الأمور في سياقها الصحيح. الحراك الفلسطيني إلى الأمم المتحدة فشل وفشل قبل أن بدأ، لأنه مجلس الأمن لن يقر على إقامة دولة فلسطينية وقبول ما يسمى بفلسطين كعضو كامل في الجمعية العامة. هذا لن يحدث. ما يمكن أن يحدث هو التصويت في الجمعية العامة، ولكن لا نعلم حتى الآن إذا هذا فعلا قد يحدث في أروقة الأمم المتحدة. ما نعلمه علم اليقين هو أنه الطريق الوحيد لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وعن طريق التفاوض معنا، ونحن نريد أن نرى دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل، ولكن يجب على القيادة الفلسطينية أن تدرك ذلك وتنبذ كل هذه الحركات التافهة. نعم، طب أنا أود يعني أنه أتحول لموضوع آخر ولكنه متصل. رأينا قبل قليل تقرير عن الجدار، باختصار لو سمحت، هل في هنالك تقارير إسرائيلية تقول يعني إلى أي مدى منع الجدار أي عمليات بتأكيد. يعني ممكن يكون عنف أو عمليات تفجيرية؟ بتأكيد. هذا كان الهدف من إقامة هذا الجدار. يعني هل هنالك معلومات؟ طبعا المئات، نحن نعلم عن مئات من العمليات الإرهابية التي أحبطت بفضل هذا الجدار الأمني. هذا الجدار لا يشكل حدودا وهو لن يكون الحدود بيننا وبين الطرف الفلسطيني. هذا طبعا يحظى للتفاوض بيننا وبين الطرف الثاني. الجدار هو وسيلة أمنية وقائية تحبط العمليات وتنقذ حياة المواطنين من كلا طرفي الحدود. هناك من يقول أنه موجود على الخط الأخضر وهذه المشكلة في هذا الجدار وليس موجود في هو موجود في على حدود الضفة الغربية وليس على حدود الخط الأخضر. الخط الأخضر قد رسم في عام 67، ولكن الأوضاع على الأرض قد تغيرت. توجد تجمعات سكنية جديدة في كلا طرفي الحدود، ولذلك لكي نوافر الأمن
للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. تمت إقامة الجدار على خط معين، ولكن هذا طبعا يحظى للتفاوض عندما يعود الطرف الفلسطيني إلى شكرا الميدان. شكرا لك سيد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكرا لك. مشاهدينا، فقراتنا في اليوم على الحرة ما زالت مستمرة، ونتابع بعد قليل زيارة أردوغان للقاهرة، تأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المصري.